السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي اصدقائي واخواني. واليوم نكمل سلسلة الفيديوهات اللي حسب ترتيب اسئلة الاخوان المشاركين او المشتركين في القناة، وايضا من الناس اللي بدأوا يشتركون. معاكم زياد هادي، أستاذ آلة العود والنظريات في معهد دراسات موسيقية في بغداد. أشرب بيكم وحييكم، وأتمنى أنه نكون على قدر المسؤولية في الإجابة. في الفيديو السابق تناولنا أنه عملية مسكة الآلة وكيف تحافظ عليها. اليوم إحنا عدنا الريشة. الريشة كيف راح أنت تبدي بها؟ الريشة مثل ما قلنا مسكة الريشة وتقوية الريشة راح تحافظ عليها بطريقتك أنت من خلال الـ اعتمادك على طريقة التمارين. يعني أنت تمسك العود وتمرينك يكون على أي أوتار، بيكون طريقة طبعا الريشة الأولى اللي هي طريقة جميل بشير رحمه الله الفنان الكبير العراقي، راح يكون 8 7 8 8. شوف تلاحظ انت ضربة الوتر عندي انه تكون واضحة، يعني تكون ضربة الوتر ما تكون قوية. اكو بيهم يعني في ناس انه يضربوا على الوتر او يقوم بالضرب على الوتر بطريقة صعبة جدا وجارحة، فتلاحظ انه لا، ضربة الوتر نكون، لاحظ معايا انه يكون كالتالي. يعني صد رد صد صد، او نازل صاعد نازل نازل، او نازل طالع نازل نازل، او اسفل اعلى اسفل اسفل. هذا أنا أعطيتكم إياه بجميع اللغات اللي موجودة أو اللهجات نقدر نقول بالعالم العربي اللي من خلالها نقدر إنه حتى تقدر توصل إليه. في الحقيقة إنه دائما إحنا نلاحظ إنه في عدة أنواع للريشة، لكن في الحقيقة إنه أنت دائما تكثف جهودك بطريقة التمرين. إذا حبيت إنه تقوي الريشة، قوي ريشتك وتقوي صبعك، تبدي تتمرن سكلات او بما انه سلم باوة. صابعك دائما تكون، والطريقة الأخرى اللي هي اللاستيكة أو المطاط اللي بعض الدول يستخدموها، أو هذه طريقة وهذه طريقة وهذه طريقة، فيكون أدنى كالتالي في طريقة التمرين. لكم اخواني، وان شاء الله تعلمتوا في طريقة تقوية الريشة بالسكلات بالسلالم، واتمنى انه استمتعتوا بهذا الفيديو. لا تنسون الاشتراك والاعجاب، وتحياتي لكم، ونشوفكم خير ان شاء الله. مع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا
لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.